ايه يا ندى بنتي؟ انت لازم تروح الجامعه النهارده؟ يا ميدو، عندي محاضرات مهمه قوي. وانت يا باسم يا ابني برضه لازم تنزل. ايه يا ما انت عايزها مننا حاجه؟ لا بس عايزين نقعد نوضب نشوف امورنا هنمشيها ازاي، عشان ما ينفعش ننزل احنا الثلاثه ونسيب جدك لوحده. هو انت نازله النهارده؟ مش بس النهارده، انا هنزل كل يوم. مش فاهم يعني ايه؟ يعني من النهارده هفتح المشتل هشغل واقف فيه. ايه؟ هتقفي في المشتل؟ لا طبعا، انا مش ممكن اسمح بحاجه زي كده ابدا. انت تخلص خالص وانا باخد اذنك، ولا بستسمحك عشان تسمح ولا تسمحش؟ بعدين بعمل ايه؟ بعمل حاجه عيب ولا حاجه حرام؟ ايه يا باسم بيه؟ ولا حاجه تمس كرامتك؟ لا يا ماما احنا مش قصدنا، احنا بس بنقصد يعني ان ده هيبقى تعب عليكي وشكلنا مش هيبقى كويس كده وانت بتتبهدلي. شكلك مش كويس يا حبيبتي، ابقى اعملي نفسك يا اختي مش عارفين. اتبري من امك يا ندى هاني. يا ماما ما ينفعش كده، ده مش اسلوب للتفاهم، ده احنا بنعمل كده عشان خايفين عليكي. انت اللي تخاف عليا؟ هتخاف عليا من ايه يا ابن النجاة؟ امك ست جدعه قوي، بتعرف تحافظ على نفسها كويس قوي وعلى كرامتها وقد مليون راجل كمان. وعلى راي المثل ما بيقول، اذا الزمن جرى عليك مايل على دراعك. وانا ناوي يا ابن بطني امايل على دراعي، ولا عاوزني اقعد في الصاله احط ايدي على خدي واغني ظلموه، ولا اقول لله يا محسنين عشان اشحت عليك انت واختك وجدك. ما انا قلت لك انزل اشتغل وانت اللي ما رضيتيش. تاني تشتغل انت تخلص خالص. سمعني ولا لا؟ انا اللي قلت اعمل ايه وما تعملش ايه؟ انا اللي ربيت وانا اللي كبرت وانا اللي علمت، مش انت اللي تقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه؟ انا اللي اوامرك تتنفس. سمعني ولا لا؟ لما تبقى تتخرج وتاخد شهادتك يا ابن نجاة، فساعتها قعدني في البيت واصرف عليا واكلني وشربني. ساعتها تبقى بابني اقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، ابني الكبير قعدني في البيت وستتني وصرف عليا واشتغل. دلوقتي ما تفتحش بوقك ولا بكلمه واحده، لا انت ولا اللي بتسمح. سامعني ولا لا؟ يا ماما اهدي شويه بس. طب مين دلوقتي هيقعد مع جدي واحنا داخلين على ايام امتحانات؟ يا سلام، يعني يا ريت على كده بقت دي حجتكم. ماشي، ما تشيليش هم يا ست الحسن والجمال، انا هتصرف اوضب كل حاجه لجدك قبل ما انزل على الكومودينو جنبه. وهو الحمد لله ان المشتل جنب البيت، اقدر اجي اشقر عليه في اي وقت. يا ماما بس ده هيبقى تعب عليكي قوي. وانا قدها وقدودي يا بنت نجاة بامر الله، ولما تلاقوني اشتكيت لكم يبقوا ساعتها لوموني على اللي انا عملته. يعني خلاص يا ام مصممه؟ ما عنديش كلام تاني اقوله، واللي منكم خايف عليا ما يقعدش ينبح في قلبي ويسمع كلامي. سامعني؟ اقعدوا بصوا كده لبعض من هنا لبكره. انا خلاص ما بقتش اقدر استحمل حرق الدم اللي انتوا بتعملوه فيا ده. عاجبك عمايل امك؟ ما انت عارف ان مفيش حد في الدنيا بيقدر عليه. بعدين الظاهر ان هو ده الحل الوحيد بعد الظروف اللي احنا بقينا فيها دي. يا صباح الفل، يا صباح الياسمين، يا صباح الهنا. ايه يا حجوج، نهارك ابيض ان شاء الله. ادي الادويه هي اللي هتاخدها بعد الفطار، وادي السندوتشات، وادي المي، وادي العصير. ها مالكش حجه تاني. هعمل ايه؟ اكل عيش مر؟ ما انت اللي قلت لي انزل اشتغل. اتحمل بقى، بس انا مش هسيبك، انا كل شويه اجي اشقر عليك. باسم وندى، معلش حقك عليا، ما يهمكش بالكلام اللي قالوه عياله وما بيفهموش وهيتعودوا على نزولي، والحياه هتمشي والعجله عشان خاطري. معلش ما تزعلش منهم. طيب يا حبيبي يلا فوتك بعافيه. ها يا رب. ايوه يا مقدسه، باع وقبض بالتوكيل اللي معاه. الله يخرب بيت اليوم اللي شفناك فيه وعرفناك فيه يا بعيد. ليه بس كده؟ هو انا ضربتكم على ايدكم؟ ما كل حاجه كانت برضاكم. وبعدين يكون في علمك بقى، المشتري عايز الشقه اللي انتوا قاعدين فيها. ده بعينك وعينه يا مقدسه، انت ست كبيره ومش حامل بهدله، والعقد بيقول كده، يعني احسن لك تخلو الشقة بالذوق. اخليها واروح فين؟ اشوف لك شقة. منين يا حسرة؟ مهاني بيه خد الفلوس كلها وسافر. ولا يهمك، اشوف لك شقة ايجار جديد ومن غير مقدم. خليكي معايا
وانا هريحك على الاخر. منك لله يا هاني، منك لله تبهدلني في خبري. ليه تخليني احتاج للي يسوى واللي ما يسواش؟ منك لله. اقصى عليك يا هاني، اقصى عليك. ايه يا ولية انتي؟ ايه انتي كل شويه يعني كده هو مستقصداني؟ كل شويه تتخبطي فيا؟ جرى يا ولية انتي، ده انتي اللي ولولوا عليك ساعه وسكت. ايه يا اختي طالعالي في البخت وانا كل ما اطلع الاقي في خلقتي؟ بقولك يا ولية انتي، احتراما لسنك للمره الثانيه انا مش هغلط فيكي. سن ايه يا ولية انتي؟ ده انا اصغر منك. اصغر مني؟ الله ما اخذك يا شوش. شوشو؟ شوشو ده ايه؟ الشيطان وبدلها. طب ابعدي عني بقى دلوقتي، لحسن انا بقى مش ناقصاكي. العفريت كلها بتتنطط في وشي دلوقتي، اوعى من وشي. غوري ربنا ياخدك. العفريت ده انت عايز عزرائين يا ولية؟ ايه القرف ده؟ ايه يا معلم ده؟ دي الحاره لمت. معلش يا ام باسم، المهم طمنيني على الحاج مرشدي، اخباره ايه؟ الحمد لله يا اخوي، ادعي له انت بس ربنا يشفيه ويعافيه. ربنا يشفيه ان شاء الله. الحقيقي انت خدتيه عندك في الشقه زي ما سمعت. طبعا يا اخوي، امال هسيبه في الشقه لوحده؟ وبعدين ده الحاج مرشدي ابو الغالي وجد ولادي. اصيله طول عمرك يا ام باسم. ربنا يخليك يا معلم. الا قولي لي، انت مش ناويه تاجري شقه الحاج؟ هاجر شقه الحاج؟ احنا جيران يا ام باسم ومش هننكسف من بعض، وشقه زي دي تجيب قرشين كويسين يساعدوكوا في الظروف اللي انتوا فيها دي. ايوه بس حاجه زي دي ممكن تضايق الحاج، وهو مش ناقص. وبعدين الله لما يقوم بالسلامه ويحب يروح شقته ساعتها نعمل ايه؟ ما هو ده هيبقى اجار جديد سنه بسنه، وبعد اول سنه لو حبيتوا تاخدوها تاخدوها. عموما يا اخويا خلينا افكر واشاور الحاج وابقى ارد عليك. ماشي، وانا من ناحيتي هشوف ساكن محترم يريحك على الاخر، بس انت تقولي على البركه. اللي فيه الخير يعمله ربنا. يلا فوتك بعافيه. كملي يا نجات، كملي يا نجات. كملي يا نجات، كملي. استعنت على الشاي بالله، قويني يا رب. هو راح فين ده؟ عرفة، عرفة راح فين ده؟ معقول مشي من غير ما يسلم عليا؟ يكون بيجيب حاجة؟ ماشي يا عم.